تونس ضاعت في سياستها الخارجية ما بين القصب وقرطاج وما عادش عندها خط تسير عليه، وعلاقتنا مع برشا بلدان عربية وغير عربية تراجعت وتهزت. السياسة الخارجية تتبنى على أسس واضحة: حماية مصلحة بلادنا وصيانة استقلالية قرارنا ومعاملة غيرنا بالمثل كما يعاملونا نعاملوهم، وما ندخلوش في محاور عربية أو غير عربية تضر مصلحة بلادنا وسيادة بلادنا أو تضر مصالح وسيادة شعوب أخرى شقيقة أو صديقة. تونس طول عمرها مغاربية عربية إفريقية مفتوحة لأوروبا ولا العالم، وجاء الوقت اللي لازمنا ننوع فيه علاقاتنا أكثر وننفتحوا على أكبر عدد ممكن من دول العالم خدمة لمصالح بلادنا. القضية الفلسطينية تبقى ديما قضيتنا لا تتنسى ولا يتغير لنا فيها موقف. وزيد زيادة، أش ربحنا من قطع العلاقات مع سوريا ومن توتير العلاقات مع مصر؟ ما ربحنا حتى شيء. جاء الوقت باش نعاودوا حساباتنا وباش نبنيوا عقيدة دبلوماسية جديدة تنفع تونس وتنفع شعبها.